لتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب السياسي أستاذ مازن التميمي. أستاذ مازن بداية مرحبا بك. معصوم تحدث بثقة كبيرة بأن هذا البرلمان سيحقق الكثير ويتلافى النواقص والسلبيات في المرحلة السابقة، عن ماذا بنى معصوم هذه الثقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة وللمشاهدين. أنا أعتقد ما تحدث به معصوم وال سليم الجبوري وغيره لا يختلف عن خطابات العام 2014. إذا ترجع قبل 4 سنين للبرلمان أيضا نشوف الكلمات كانت تبشر بخير وبوعود وتجاوزوا المراحل السابقة وستكون مرحلة بناء وأعمار، نفس الأسطوانة المشروخة. ماذا تغير في هذا البرلمان الآن الذي عقد اليوم؟ نفس الوجوه، نفس الكيانات، مجرد الأسماء اختلفت. بدل ما كان حزب الدعوة سمي دولة القانون، سمي الفتح، وسمي النصر، وسمي عابرون، كلها مسميات لكنها كلهم نفس الوجوه التي شاركت بالعملية السياسية، وكلهم سبب بلاء الدمار والفساد وكل ما حصل بالعراق من مآسي يتحملونه جميع الأطراف، سواء كانوا من يسمون نفسهم بالكتلة الأكبر. يعني هم الآن هذا النشيد اليومي كتلة أكبر وكتلة أصغر. ليش هي الكتلة الأكبر تختلف عن الكتلة الأصغر؟ أليس هم جميعا بالعملية السياسية البعض منهم من الاحتلال ولغاية الآن هم بالوزارات وبالبرلمان؟ ماذا تغير؟ فبالتالي هذا الضحك على الذقون ومحاولة أنه أن يبررون للعالم بأنه هذا الانتخاب البرلمان الجديد سيكون نقلة نوعية في تاريخ العراق، هذه كذبة وفرية. هي نفس العناصر، من يعني الوجوه نفس الوجوه. وبالتالي أنا أعتقد الكتلة الأكبر الحقيقية هو الشعب العراقي، عندما رفض الانتخابات وقاطع الانتخابات وجسد هذه المقاطعة بالانتفاضة الشعبية التي استمرت ولا تزال مستمرة. هذا هو الشعب العراقي. هؤلاء لا يزالون بنفس المركب الذي جاءوا به على الاحتلال، والذين لن يغيروا من واقع الحال، بالعكس يوميا. لماذا تحدث معصوم أيضا على أن الجميع أو على الجميع السعي إلى تحقيق مصلحة العراق لا مصلحة جهة أو فئة معينة؟ هذا كلام الحقيقة للاستهلاك المحلي ولدغدغة عواطف الشارع. هؤلاء جميعا متفقون على خدمة مصالحهم ومتفقون على خدمة أحزابهم وخدمة الأجنبي الذين يستقون به وبالدرجة الأولى إيران، وبالتالي الشعب خارج اهتماماتهم. يعني هل من المعقول أنه يتحدث معصوم بعد 15 سنة من الدمار والنهب والقتل والميليشيات وقاسم سليماني، والآن يقول علينا أن نفكر في الشعب لا بالمصالح الأجنبية؟ ليش هو منو اللي من عندكم ما مرتهن بالأجنبي ومو قراره من الأجنبي ومسلوب الإرادة؟ فبالتالي هذا عار وعيب على هذه العملية السياسية، ومن يتصور معصوم وغير معصوم أنه العراقيون سيصدقون هذا الكلام المعسول فهو واهم. هؤلاء مرفوضين شعبيا، هؤلاء مرفوضين من كل العراقيين بمختلف أطيافهم، لأنهم ثبتوا بما لا يقبل الشك، غير مؤهلون على قيادة الدولة وغير مؤهلون أن يكونون بناة دولة. هؤلاء همهم الوحيد هو نهب البلد، تقسيم البلد، تفتيت البلد. وبالتالي هل من المعقول أن نصدق السارق الذي سرق العراق الآن سيتغير ويصبح رجل شريف ومخلص لأبناء بلده، أو الطائفي أو العميل للأجنبي أو اللي عند ميليشيا قتلت وذبحت العراقيين الآن صارت عند الصحوة الضمير وسيتحول إلى رجل مصلح لبناء دولة العراق؟ هذه كلها دعاية وكلها. وحتى من يعتقد أنه يعني خلي ينتبه شعبنا يا أخي الفاضل، أنه حتى الصراع ما بين الأمريكان والإيرانيين على تشكيل الحكومة، أولا كل الكتلتين يخضعون إلى 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 سيطرة إيران. أستاذ مازن، يعني سليم الجبوري تحدث وقال أن البرلمان السابق كانت له إنجازات كبرى في المجال التشريعي والرقابي، ولكن هناك أمر يعني مهم جدا، لماذا هذا التدهور في الخدمات؟ لماذا التظاهرات الحالية مشتعلة في العراق لا سيما في المحافظات الجنوبية؟ لماذا الفساد الحكومي الذي يعني واصل تصاعده أيضا، في حين أن هناك يعني تناقضات في هذا الكلام؟
يعني هو سليم الجبوري قال لنا شنو هاي الانجازات الكبرى اللي قام بها البرلمان السابق؟ نعم الانجازات الكبرى نعم نعترف بها كل العراقيين، انه ونقول لهم صحيح انجزتوها، وهي انه قدروا ان يحددون رواتبهم ويحددون عدد الحمايات ويحددون الامتيازات اللي يتميز بها النائب العراقي وجوازات الدبلوماسيه له والعشيرته والعائلته، ويحصل على التقاعد مدى الحياه حتى لو كان عمره بالبرلمان سنه. هذه نعم الانجازات حقيقه صادق فيها سليم الجبوري. اما ماذا قدموا للعراقيين؟ خلي يراوينا شنو هي الانجازات اللي قدموها. الذي صرف على الكهرباء اكثر من 68 مليار، لو موزع على الشعب العراقي كان كل واحد اشترى له شقه لو بيت في دوله من دول المنطقه. عن اي انجازات يتحدث؟ عن الانجازات اللي انه قاسم حصل الموافقه من قاسم جو سليماني حتى يصير هو رئيس برلمان في الدوره السابقه عندما ذهب الى السفاره الايرانيه ورجع بموافقه ايران، فعن اي انجازات يتحدثون؟ كل انجازاتهم القتل والنهب والسرقه والتدمير، فبالتالي فاقد الشيء لا يعطي. سيد الفاضل لا يمكن ان يستقيم اصلاح وبناء الدوله تحت ظل نظام فاسد بكل المقاييس. كل هؤلاء من تقدم الى القضاء وحاسبوه على فساده وعلى جريمته؟ هل هناك احد من هؤلاء الذين هم كلهم يتحدثون عن الفساد ويتبادلون التهم على انه هذا فاسد وذاك مجرم؟ من هؤلاء الفاسدين تقدم الى القضاء وسقط؟ من هؤلاء المجرمين حاسب القضاء. حتى القضاء هو مسيس وحتى القضاء هو فاسد. فبالتالي أنا أعتقد هذه الدورة لا تختلف عن سابقاتها، كلهم يتصارعون على مناصب وعلى امتيازات. والآن سمعنا من خلال هذا اليوم اللقاءات اللي صارت مع البرلمانيين. نشكرك شكرا جزيلا من لندن الكاتب السياسي الأستاذ مازن التميمي، شكرا لك.